أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للجمعة سنن قبلية وبعدية وما عددها؟ ليس لها سنن قبلية رواتب يعني، لكن من جاء مبكرا فإنه يصلي ما تيسر له من صلوات النوافل، ولو استمر يصلي إلى أن يحضر الإمام كان هذا أفضل، أو يصلي ويجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله، لا بأس بذلك، فالأمر واسع في هذا. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام جلس، قال له: قم فصلي ركعتين. نعم. أما راتبتها فهي بعدها، راتبة الجمعة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين. نعم.